قرابة الأسبوع على انسحاب المتظاهرين من مبنى البرلمان، والمجلس إلى الآن لم يتوجه لعقد جلسة نيابية. خبراء سياسيون يرون أن الأزمات السياسية هي العائق الأبرز في عدم مباشرة المجلس لعمله التشريعي، وهو ما يؤثر على الحياة العامة لأغلب المواطنين. بعد الذي جرى وانسحاب الكتلة الصدرية وبعد التحديات أصبح ميت سريرياً، لذلك هو اليوم عاجز عن الانعقاد مرة أخرى باعتبار هناك عدة ضغوطات من التيار أو من الخارج بأنه لا يلتم ولا يلتئم ولا يستطيع أن يجتمع سواء في البانة الحكومية أو حتى في الأماكن البديلة. عدا قانون الدعم الطارئ وإجرام التطبيع مع الكيان الصهيوني، مجلس النواب وبحسب مواطنين لم يشرع ما يخدم مصلحة المواطن طيلة 9 أشهر الماضية، فأكثر من 70 قانون معطل منذ سنوات تشريعية، وهذه السنة التشريعية أيضا تضاف لها. شوف، احنا آخر دورة هاي الحالية هي اللي كلفت الدولة 67 مليار فقط، هو مشروعين التطبيع والأمن الغذائي، ليس هناك قرار واحد يهم المواطن، ليس هناك قرار واحد يخدم الشارع العراقي. الشارع العراقي بات متذمرا ومتخوفا من تعطيل أكثر لعمل المجلس، مطالبا رئاسته بضرورة الإسراع باستئناف عمله وتشريعه ما هو مهمل في أدراج المجلس. إن في تعطيل عمل المجلس النيابي تأثير على مصلحة المواطن، فبتعطيله تتأخر قوانين كثيرة رفعت من الحكومات السابقة وأهملت في أدراج المجلس لا تنتظر إلى القراءة والإقرار. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.